ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ليسوا سواء، ليس أهل الكتاب سواء، فمنهم جماعة مستقيمة على دين الله، قائمة بأمر الله، يقومون الليل والناس نيام، ويكثرون من صلاة التهجد، وذلك لأن صلاة الليل من أهم أسباب الثبات على الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة صلاة الليل، مرتلين آيات القرآن الكريم، مقبلين على مناجاة ربهم في صلواتهم، آثرين الخضوع والركوع والسجود له وحده. جزاكم الله خيرا. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة